اهلا وسهلا، دريت او ما دريت عن قميص فريق اولمبيك مارسيليا لموسم 90-91. وخلال هذا الموسم نجح الفريق في فرض سطوته على الانديه الفرنسيه بتحقيقه الدوري الفرنسي للمره الثانيه على التوالي. وعلى الرغم من تواجد اسماء كبيره في عالم كره القدم في صفوف الفريق هذا الموسم، امثال عبيدي بيلي وجان تيغانا وإيريك كانتونا، الا ان ابرز اللاعبين كان صاحب هذا القميص وهو جان بيير بابان، من كان هداف الفريق بتسجيله 36 هدفا في جميع المسابقات مع نادي مارسيليا هذا الموسم. ويعد اللاعب ايضا من الاساطير التاريخيه للنادي، حيث توج بالعديد من الالقاب في مسيرته مع مارسيليا، ابرزها الدوري الفرنسي 4 مرات، الى جانب تتويجه ايضا بجائزه الكره الذهبيه البالون دور في عام 91. تدري بان بابان يمتلك في مسيرته الدوليه 54 مباراه مع المنتخب الفرنسي، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفا، وساهم ايضا في حصول فرنسا على المركز الثالث في نهائيات كاس العالم عام 86 في المكسيك، الا ان عدم تاهل منتخب الديوك الى نهائيات كاس العالم 94 في امريكا قد ساهم في توجيه سهام النقد القاسي لبابا، وبالتالي خفت نجمه مع المنتخب الفرنسي، مما سرع ايضا في خروج جيل جديد من اللاعبين لمنتخب فرنسا كان على راسهم زين الدين زيدان. وان كنت ما تدري عن كل هذا فانت الحين دريت.